طيب الله أوقاتكم مشاهدين الكرام بكل الخير، أهلا ومرحبا بكم معنا ونشرة أخبار الثقافة من قناة عمان الثقافية، نبدأها بالعناوين. العثور على حطام سفينة تابعة للأسطول الحربي للبحار البرتغالي الشهير فاسكو دي جاما بالقرب من سواحل جزر الحلانية. تواصل أعمال الندوة العلمية الدولية عن الإمام محمد بن عبد الله الخليلي ودوره الحضاري والعلمي في عمان. تخرج 43 خريجة من برنامجي جليس الأطفال وتدريب المشرفات العاملات بمؤسسات تنشئة الطفل. أهلا بكم. الاكتشافات الأثرية والبحث العلمي المستمر يسهمان دائما في الوصول إلى الحقائق الدامغة في كل عملية تأريخ، وما تم اكتشافه في أعماق البحر بالقرب من جزر الحلانيات يقدم حقائق جديدة عن الأسطول الذي رافق البحار البرتغالي فاسكو دي جاما في رحلته إلى الهند قبل أكثر من 500 عام. قيل أن التاريخ لا يكتبه سوى المنتصرين، ولأن عمان بلد الانتصارات والمنجزات، فها هي تكتب نصا جديدا في تاريخ الرحلة الأسطورية لأسطول فاسكو دي جاما بعد اكتشاف مثير لحطام ذلك الأسطول الغارق في أعماق مياه البحر المحيطة بجزر الحلانيات منذ أكثر من 500 عام. عمان لله الحمد بحكم موقعها الجغرافي متميزة في هذه الناحية، كانت ملتقى للحضارات منذ أمد بعيد، منذ آلاف السنين، وفي كل مرة فعلا يعني التنقيبات الأثرية تعطينا شيء جديد في هذا الجانب، وما كشف عنه في هذه الأيام من بقايا حطام السفينة البرتغالية يعزز هذا الجانب ويعطي أيضا مؤشر على يعني التلاقي والتواصل بين الأمم الأوروبية التي بدأتها البرتغال وبين عمان. قطع فريدة من العملات وأدوات الإبحار والأسلحة تم انتشالها من بطن بحر العرب. الاكتشافات المعروضة ها هنا هي اكتشافات فريدة من نوعها، ليس فقط على مستوى السلطنة إنما على مستوى العالم. مع ذلك توجد بعض المكتشفات التي ترتبط بحقبة الوجود البرتغالي معروضة ومتاحة في المتحف الوطني. الاكتشافات الأثرية تركت الباحثين يسبحون في العديد من الاحتمالات حول السفينة الغارقة هناك، ومعظمها يتجه نحو السفينة البرتغالية الزمردة. هذا الاكتشاف الذي استغرق سنوات عديدة وجهودا جهيدة للوصول إليه من قبل وزارة التراث والثقافة والبحرية السلطانية العمانية وسلاح الجو السلطاني العماني وشرطة عمان السلطانية، يثبت بأن ثقافة الإنسان وتاريخه هما مسؤولية الباحثين عن الحقيقة وهدف الساعين للذود عن مكتسبات الوطن. عندما وجدت الوثائق التي تؤكد على وجود سفن غارقة من أسطول فاسكو دي جاما تم تنفيذ هذا المشروع ابتداء من 98، واستكمل بشكل علمي وبشكل منهجي وبشكل أكاديمي أكبر في المراحل اللاحقة اللي صارت في عام 2013 و14 و15. طبعا هو اكتشاف كبير ما زال يخضع للكثير من الدراسات التاريخية، بيخضع للكثير من الدراسات العلمية. المكتشفات التي اكتشفت ما زالت محتاجة إلى دراسات من الأكاديميين المتخصصين حتى نؤكد أي استنتاجات علمية نخرج فيها من هذه المكتشفات. هذه اللوحة هل هي حقيقة أم وحي من خيال الرسام؟ وحده العلم الذي يساعدنا في اكتشاف ذلك، والاكتشافات العلمية الأخيرة التي استطاع فريق من وزارة التراث والثقافة اكتشافه في جزر الحلانيات سيساعدنا في فهم التاريخ أكثر، فالحقائق لا تموت. شيخة بنت أحمد المحروقية، وزارة التراث والثقافة، مسقط.
ولمزيد من المعلومات حول هذا الموضوع ينضم إلينا عبر الهاتف سعادة حسن بن محمد دلواتي، مستشار وزير التراث والثقافة لشؤون التراث. سعادتك مساء الخير، وبداية كل التهنئة على هذا الاكتشاف، ونسأل طبعا بداية عن الإضافة التي سيقدمها هذا الاكتشاف في التاريخ البشري. شكرا جزيلا، مساكم الله بالخير جميعا، وشكرا على هذه التهنئة. في الحقيقة هذا في النهاية اكتشاف لعمان ولأبناء عمان ولتراث عمان ولتاريخ عمان ولحضارة عمان. في الحقيقة طبعا كما أشار زملائي اللي تتحدثوا معكم في التقرير، الدكتور إبراهيم البوسعيدي وأستاذ جمال الموسى هو مدير المتحف الوطني، طبعا هذا راح يضيف الكثير، هذا الاكتشاف راح يضيف الكثير. وأنا أشرت أيضا في مداخلتي في التقرير اللي عرضته قبل قليل أن هناك فرصة متاحة حاليا للباحثين وللمؤرخين وللآثاريين وللمتخصصين وللأكاديميين أن يبحثوا في هذه القطع التي وجدناها في بقايا حطام سفن سفينة فاسكو دي جاما، وفرصة إليهم للتعرف كما أشرنا اليوم الصباح في اللقاء الإعلامي، التعرف على الأحداث التاريخية التي حدثت في تلك الفترة، احتمالات وجود مؤشرات تاريخية مختلفة يتفق عليها مثلا المؤرخين أو يختلفوا معها. فهذا فرصة للبحث وفرصة لتعزيز أحداث اللي حصلت مع تواجد البرتغاليين في المنطقة. يعني اليوم الدكتور إبراهيم بوسعيدي في مداخلته الصباح ربط بين سفن فاسكو دي جاما في 1503 اللي تحطمت في جزر الحلانيات في جنوب سلطنة عمان محافظة ظفار، وبين عودة البرتغاليين في عام 1508 بقيادة بوكيرك ومحاولتهم غزو السواحل العمانية أو الساحل العماني ككل. فهناك فرصة للباحثين لأن يخرجوا بربط الأحداث التاريخية. جميل. وربط المعلومات التاريخية المتاحة يعني. نعم سعادتك، أيضا لو تناولنا شيء من التفصيل حول هذه الاكتشافات، طبعا مجموعة من العملات أتوقع 12 عملة، بالنسبة أيضا للغاطس أو الجرس الذي تم اكتشافه ربما هو الأقدم إلى الآن ترى على مستوى العالم كذلك من خلال يعني وسائل التواصل المختلفة التي رافقت هذا الاكتشاف اليوم. بالضبط، حاليا يعني المكتشفات التي وجدت في 2800 قطعة تقريبا متنوعة، عدد كبير منها عبارة عن طلقات مدفعية مختلف الأحجام، في بعضها بقايا لأسلحة نارية باعتبار أن سفن برتغالية أخرى عادت للمنطقة في نفس الموقع بعد سنوات 4 أو 5 سنوات، وانتشلت المواد العسكرية من مدافع وغيرها وتركت الباقي. فما وجدناه هو في طلقات مدفعية عدد كبير كما تفضلت، عملات متنوعة بعضها ذهبية بعضها عملة نادرة، وأيضا وجدنا الجرس طبعا حاليا هو خضع لتصوير متخصص وفني وتصوير دقيق في بريطانيا في جامعة وارويك. لديهم جهاز، اليوم الصباح مدير المشروع أشار إلى هذا الجهاز، جهاز تكلفته حوالي 1,000,000 جنيه استرليني، فأتاحوا المجال لفحص هذا الجرس وعمل تصوير مقطعي له. وفعلا وجد على الجرس تاريخه اللي هو 1498، ولكن ما زال الجرس بحاجة لمزيد من الدراسات حتى يتم التأكد فعلا أنه هو يعود إلى هذه الفترة الزمنية، وبالتالي سيكون أقدم جرس يكتشف في العالم لسفن قديمة. وبعد ذلك ممكن صحيح يكون عبارة عن يعني مؤشر قياسي سجل مثلا في موسوعة جينز أنه أقدم جرس. يمكن الجميل أنه العملات أيضا سعادتك يعني تحتفظ بهذه النقاوة أو أغلبها يعني الأكثر من 500 سنة. لو تناولنا أيضا المرحلة المقبلة، ما هي خطة الوزارة في استثمار هذا الاكتشاف سياحيا؟ طبعا اولا ان هذه القطع والمقتنيات القليل منها تم ترميمه، ما عرض اليوم في اللقاء الاعلامي مع الاعلاميين كان عدد بسيط منه تم ترميمه في مختبرات معهد يورك في بريطانيا. ايضا التوجه الحين انه يتم ترميم كم اخر في عمان هنا بالاستعانه بالخبراء المتخصصين، او ارسال البعض الاخر الى جهات خارجيه ترممه. طبعا بعد الترميم في فرصه متاحه انه يعرض كما أشار مدير المتحف الوطني القطع النادرة. في هناك بعضها موجودة في المتحف الوطني، ممكن تعرض المتحف الوطني، ولكن أنا أتوقع الجزء الكبير منها إن شاء الله سيكون جاهز للعرض في متحف التاريخ البحري.
الوزارة تعمل حاليا على مشروع متحف التاريخ البحري سيقام إن شاء الله في ولاية صور، وهذا جزء من تاريخنا البحري باعتبار أن عمان كانت محطة استراتيجية للعلاقات البحرية بين مختلف الحضارات والشعوب يعني. وستظل كذلك هي محطة لالتقاء والتواصل وللمحبة والسلام. كل التحية لسعادة حسن بن محمد دلواتي مستشار وزير التراث والثقافة لشؤون التراث. تتواصل أعمال الندوة العلمية الدولية عن الإمام محمد بن عبد الله الخليلي ودوره الحضاري والعلمي في عمان. الندوة التي أقيمت بجامعة نزوة رعى حفل افتتاحها صاحب السمو السيد أسعد بن طارق آل سعيد ممثل جلالة السلطان. رسالة جليلة تحملها الندوة التي تتناول الإمام محمد بن عبد الله الخليلي ودوره الحضاري والعلمي في عمان، لتقف أجيال عمان المتعاقبة على حقبة من حقب التاريخ العماني وإسهامات العلماء الأجلاء في بناء الحضارة العمانية الراسخة. يسعدني حضور هذه الندوة العلمية الكبيرة التاريخية ما تحتوي من أهمية للأجيال القادمة، وأعتقد كل من ينهي العلم يبحث عن العلماء، فالمرحوم الشيخ محمد عبد الله الخليلي كان له دور كبير في حقبة من الزمن كان فيها تشتت في أجزاء من عمان، لقد لعب دورا كبيرا في توازن ولم الشمل، وترك إرثا واسعا يستمد منه الحكمة. حديث سماحة الشيخ أحمد بن حمد الخليلي المفتي العام للسلطنة مثل إشارة التدشين للندوة التي تحمل في طيات برنامجها محاور متعددة تسعى إلى إبراز الدور المؤثر للإمام الخليلي. لا ريب أن العناية بهذا التاريخ والعناية بهذه الأمجاد والعناية بهؤلاء العظماء في هذا العهد الزاهر الذي يقوده حضر صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم حفظه الله وعافاه ورده إلينا سالما غانما، لا ريب أن هذه العناية تعني اهتمام القائد بأن يكون الحاضر امتدادا للماضي، وأن يضم الطارف إلى التليد من هذه الأمجاد، وأن يحافظ على هذه التاريخ، وأن يحافظ على هذا النشئ ليسير هذه السيرة الزكية. الندوة التي تنظمها مؤسسات أهلية وفي مقدمتها مركز الخليل بن أحمد الفراهيدي للدراسات العربية بجامعة نزوة ومركز سناوي الثقافي الأهلي تجسد الدور الذي ينبغي أن تقوم به المؤسسات الأهلية والثقافية في دراسة التاريخ العماني وتوثيقه. باحثون من داخل وخارج السلطنة يقدمون ما يزيد على 30 بحثا ودراسة تتناول مختلف الجوانب العلمية والفكرية والسياسية والاجتماعية للإمام محمد بن عبد الله الخليلي. هي إذن ندوة دولية موسعة تتناول حقبة من حقب التاريخ العماني وعلما من أعلامها، سيكون لها بالغ الأثر في إثراء الباحثين والدارسين لسيرة الإمام محمد بن عبد الله الخليلي، حيث ستتواصل أعمال الندوة لثلاثة أيام قادمة. سعيد بن ذيب الهنائي، محافظة الداخلية، من رحاب جامعة نزوة. لتوفير البيئة الآمنة لرعاية الطفل وتنمية القدرات والإبداعات لدى العاملات بالطفولة المبكرة، احتفلت وزارة التنمية الاجتماعية بتخريج 43 خريجة من برنامجي جليس الأطفال وتدريب المشرفات العاملات بمؤسسات تنشئة الطفل ما قبل المدرسة. رعى الفعالية سعادة الدكتورة منى بن سالم الجردانية وكيلة وزارة القوى العاملة للتعليم التقني والتدريب المهني. توفير البيئات الآمنة كذلك تحقيق الاستقرار الصحي والنفسي للأطفال ومساعدة المرأة العمانية للانخراط في سوق العمل هي أبرز الأهداف التي ركز عليها برنامج جليس الأطفال وبرنامج المشرفات العاملات بمؤسسات تنشئة طفلي ما قبل المدرسة. برنامجين كان مجموعة من الأنشطة نظرية وعملية في نفس توقيتها، لم غير مقسمة تقسيم وقتي، ولكن كل جزء نظري يتبعه تطبيق عملي، سواء نشاط صفي أو زيارات إلى حضانات، وهم برنامجين يعني متقاربين ولكن كل منهم مستقل عن الآخر. الجانب العملي والذي تمثل في أوساط تفاعلية افتراضية
إضافة لزيارات ميدانية عزز من أهمية ما تم تقديمه خلال فترة البرنامج. مثلا معنا كان طفلة، طفلة ما مندمجة أبدا مع الأطفال، ما تتكلم مع الأطفال، من عزلة، يعني هي ما عندها توحد، يعني دائما طفل من عزلة يقول عنده مرض توحد، لكن هي ما عندها توحد. فإحنا قدرنا يعني من ناحية البرنامج عرفت كيف طريقة الأسلوب، دائما نخاطبها ونتكلم بشكل سريع بدون ما نقصدها هي بشكل مباشر، يعني نتكلم مع طفل آخر والمقصود مثلا الطفل، مقصود الطفلة هي في أشياء يعني في اللعب، عن طريق اللعب، الصعود، الدرة، أي يعني إشارات ناطقة نحطها على أساس نقدر أن هذا الطفل يتكلم معانا. ويفتح البرنامجان المجال للكشف المبكر عن الحالات الصحية التي يمر بها الأطفال أثناء نموهم. تأخر الكلامي، لأنه يكون الطفل بعض الأحيان يكون جالس وحيد في البيت، ما عنده مثلا يكون ما عنده حد مثلا يتكلم معه أو يشاركه اللغة الحوارية معه يعني في المنزل، بينما يكون في دار الحضانة لو التحق في دار حضانة يكون عنده إثراء لغوي كثير، لأنه يختلط بأطفال أقرانه في نفس عمره بس يتكلموا ممكن يعني سابقين في الكلام أو مثلا مع المشرفة. ويأتي البرنامجان كمرحلة أولية تجريبية في محافظة الداخلية، على أن تليها برامج أشمل وأكثر عموما لباقي المحافظات. يفتح برنامج جليس الأطفال وبرنامج المشرفات العاملات بمؤسسات الطفل ما قبل المدرسة المجال لتحقيق وبناء علاقة إيجابية وقوية مع جيل الغد. يعقوب بن يوسف البلوشي، مسقط. أخبار الثقافة مستمرة معكم من قناة عمان الثقافية. خطاط سوري ينجز أول مصحف في العالم بخطوط الذهب. أهلا بكم من جديد. عناصر ومكونات المتحف الوطني شبه مكتملة، ويجي تأهيل الكوادر الوطنية لافتتاح المتحف أمام الجمهور. هذا ما أشار إليه جمال بن حسن الموسوي مدير المتحف الوطني في تصريح لإذاعة وتلفزيون سلطنة عمان. بالنسبة لعناصر ومكونات المتحف الوطني فهي مكتملة بنسبة متكاملة، ويجري الآن التركيز على تأهيل وتدريب الكوادر الوطنية بما يؤهلنا للافتتاح لعموم الزوار خلال المرحلة القادمة، حيث سيتم الإعلان عن تاريخ الافتتاح في موعد يحدد لاحقا. حاليا يستقبل المتحف الزيارات الرسمية وكذلك الزيارات المنظمة، وتحديدا طلاب المدارس والكليات والمعاهد والجامعات. 12 عاما قضاها لاجئ سوري يعيش الآن في تركيا في كتابة أول مصحف بالعالم بالإبرة والخيط المذهب. كثير من هم يخرجون من أوطانهم حاملين هموما وآمالا ثقال، ولكن قليل منهم من تدفعه غربته عن الأوطان إلى الإبداع في مجالات مختلفة. وهنا نتناول الفنان السوري محمد ماهر الحاضري الذي غادر مدينته حلب السورية مع من غادر وقضى 12 عاما لاجئا في تركيا. وخلال 12 عاما شرع محمد ماهر في كتابة أول مصحف بالعالم بالإبرة والخيط المذهب. المصحف مكتوب بالرسم العثماني في 12 مجلدا ويبلغ وزنه 200 كيلو جرام.
اللاجئ السوري محمد ماهر الحاضري الذي استقر به المقام في مدينة بورصة التركية قضى هذه السنوات جاهدا لإخراج أول مصحف في العالم تمت حياكته على القماش إلى أن حقق حلمه بإبرة التطريز رغم كل الصعوبات والظروف. ووفق ما يتناقل فإن حلم الخطاط السوري لم يكتمل بعد، إذ يأمل أن يحط الرحال بمصحفه في أحد متاحف العالم الإسلامي. إذن مشاهدينا الكرام، هذا أبرز ما لدينا من متابعات ثقافية فنية اجتماعية في هذه النشرة. هنا نعود للتذكير بأبرز العناوين. العثور على حطام سفينة تابعة للأسطول الحربي للبحار البرتغالي الشهير فاسكو دي جاما بالقرب من سواحل جزر الحلانيات. تواصل أعمال الندوة العلمية الدولية عن الإمام محمد بن عبد الله الخليلي ودوره الحضاري والعلمي في عمان. تخرج 43 خريجة من برنامجي جليس الأطفال وتدريب المشرفات العاملات لمؤسسات تنشئة الطفل. في الغد إن شاء الله نلتقيكم مشاهدينا الكرام مع متابعات ثقافية أخرى. دمتم في أمان الله.